بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض درس بعنوان أسباب الثورة وأشكالها. أولا تعالوا نتعرف على أسباب الثورات. الثورة بتطلع من الواقع الاجتماعي اللي بينتجها. الواقع ده بيختلف من مجتمع لآخر، عشان كده ما نقدرش نحدد بشكل أكيد إيه الأسباب اللي بتخلي كل ثورة تطلع، لأن الثورة بتتولد من سياق معين، عشان كده بتتعدد أسبابها بتعدد الظروف اللي طلعت منها. قديما شغلت الثورة الفلاسفة والمفكرين، وقعدوا يبحثوا عن أبرز العوامل اللي بتعملها. فهنلاقي مثلا أرسطو بيشوف إن أسباب قيام الثورة ده راجع لعدم المساواة وعدم الرضا عن الوضع القائم، وفي آخرين بيحصروا أسباب الثورة بالنسبة للعوامل الاقتصادية السيئة اللي بتسود البلد فبتقوم ثورة. أما البعض الآخر بيؤكد أن التخلف ده عامل حاسم للتغيير وقيام الثورة، وبالتالي تكون الثورة حتمية، عشان القهر والسخط الملتهب ده أساس خلق الجو الثوري اللي طبعا بيفرز الثورة. عشان كده ما ينفعش نحصر الثورة فأسباب اقتصادية بس، لأن علماء النفس أكدوا إن في كمان عوامل نفسية بتعمل على إعداد الأذهان وتهيئتها للثورة، زي مثلا يكون في أوضاع ظالمة في المجتمع، بجانب إن الفرد يحس إن عليه ظلم من المجتمع بسبب الأوضاع اللي عايش فيها. كمان نضيف لكده الظلم الاجتماعي اللي بينتج عن إن مجموعة من الناس قليلة، طبقة الأغنياء، هي اللي تبقى واخدة خيرات البلاد، ومحدش من المجتمع قادر يطول هذه الخيرات وعايشين في ضنك. وإذا نظرنا للثورات اللي ظهرت في وطننا العربي وانتقلت من دولة لدولة، هنلاقي إن في أسباب متعددة اشترك فيها كلها الظلم الواقع على الشعوب، وده من خلال سنوات كتير وعقود كتير حست فيها الشعوب العربية بالقهر، إضافة إلى سيطرة النخبة اللي معاها فلوس على مقدرات الشعوب، وده دخل الشعوب في موجات من التخلف والفقر، وحسوا بعدم وجود قيمة ليهم في الحياة فزاد سخطهم، وده كان من خلال ثلاثية الاستبداد اللي هو الاستبداد السياسي والاستبداد الاجتماعي والاستبداد الاقتصادي. دي هي ثلاثية الاستبداد، الاستبداد السياسي والاستبداد الاقتصادي والاستبداد الاجتماعي، دول عوامل أساسية في ظهور أي ثورة. إيه بقى أشكال الثورة؟ الثورة في منها ثلاث أشكال، أشكال سياسية وأشكال اجتماعية وأشكال اقتصادية، يعني في ثورة سياسية، في ثورة اجتماعية، في ثورة اقتصادية. إيه هي الثورة السياسية؟ الثورة دي بتسعى إنها تغير الفئة الحاكمة، يعني يشيلوا الحاكم ويجي حاكم غيره، وطبعا بيكون الهدف إن يحصل تغيير جذري وشامل في الأوضاع الاجتماعية. ده لأن الثورات السياسية بيكون فيها عمليات تغيير مفاجئة وجذرية بتحصل لأنظمة الحكم والإدارة والتنظيم في المجتمعات، وطبعا بيقوم بها الشعوب تحت شعور بعض الجماعات والأفراد بأن هم يجب عليهم إصلاح الفساد الإداري والقضاء على السلطات الحاكمة المستبدة اللي ما عندهاش عدالة واللي ما بتقفش مع شعوبها، وبكده يكون ليهم دور بارز في قيام الثورة. تاني شكل الثورة الاجتماعية، دي بتعرفها الموسوعة السياسية على انها تغيير نوعي في الحياة الاقتصادية والسياسية والفكرية للمجتمع من خلال انهيار النظام القديم اللي عدى عليه عقود وبقى نظام بالي، وانه يصعد نظام اجتماعي جديد بيكون اكثر تقدم مكان النظام السابق عن طريق تفجير الصراع وحسمه لصالح التقدم. أما الثورة الاقتصادية فهي بتسعى إلى إجراء تغييرات عنيفة في النظام الاقتصادي، والمقصود هنا هو تغيير من الجذور من تحت في البناء الاقتصادي للمجتمعات، فإعادة توزيع الثروة والملكيات ده بيكون بصورة جديدة بتضمن من خلال التوزيع العادل إن يكون فيه بناء جيد اقتصاديا للمجتمع. طب إيه هي مراحل الثورة؟ أي عملية ثورية باعتبارها نوع من أنواع التغيير ليها عدة مراحل بتمر بيها ومستويات عشان تحقق الأهداف الثورية بتاعتها، وده هيتم عرضه دلوقتي.
المرحلة الأولى فيها آمال، بيبقى السقف بتاع المطالب عالي، الثوريين بيلتفوا خلف الشعارات والآمال العريضة، والمرحلة دي ما بتدومش فترة طويلة. المرحلة التانية دي مرحلة انقسام النخب الثورية، بتنقسم ناس معتدلة وناس متطرفة، وغالبا بتنتهي المرحلة دي بأن المعتدلين هم اللي بيهزموا، والسلطة بتتركز في إيد المتطرفين أو المحافظين، وممكن يستخدم العنف في الصراع دوت بين الجانب المعتدل والجانب المتطرف. المرحلة الثالثة، المرحلة دي وبعد سيطرة قيادة موحدة على الثورة، بتسعى الثورة عشان تحقق الأهداف بأي ثمن. المرحلة الرابعة، في المرحلة دي بتقل حدة المطالب والشعارات الثورية، والحماسة بتتراجع إلى الخلف، وعادة يتولى الحكم رجل قوي بيحمل صدى الثورة. المرحلة الخامسة دي بتعتبر مرحلة الحكمة، بيتولى فيها الحاكم التخطيط عشان ينفذ مطالب الثوار وينفذ النهج بتاع السياسة التنموية، حتى وإن ظهر للبعض بإنها تنمية مبتسرة، يعني تنمية بسيطة وضعيفة، إلا إنها مدخل بعد كده للتنمية المستديمة. عشان كده نقدر نقول إن المراحل دي مش مراحل مقدسة، ومش منهج بتمشي عليه كل الثورات. ممكن مراحل تتقاطع مع بعضها في بعض الثورات، وممكن تختلف من مكان لآخر، لأن زي ما قلنا كل ثورة وليدة ظروف خاصة أدت لظهورها، وممكن تختلف التصنيفات بتاعت كل مرحلة من ثورة لثورة.